يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتاب الحيدة للكناني هل هو ثابت النسبة له، وما رأيكم في هذا الكتاب؟ لا شك أنه ثابت ومشتهر عند العلماء، إنما شكك فيه بعض المعاصرين الذين لا علم عندهم، وش أدراه عن هذه الكتب، ينفي بعضها، هذا كله من تخرص. وهذا الكتاب موثوق عند أهل العلم وينقلون منه ويذكرونه. نعم.